क्योंकि الافريقيه داز في احسن ورام، وهذا الشيء راه راجع المشروع ديال البطاله اللي كنخدموا عليه هذه 8 سنين. حنا كنا غادي للبطوله الافريقيه ومتاكدين بان راه غنفوزوا البطوله الافريقيه، لان هذا عمل ديال عمل اكاديمي اللي كيتقرا في المعاهد، وحنا حاولنا نطبقوا البرنامج بلون داكسيون اللي دافعين الوزاره طبقناه بحذافيره. النتائج كانت جد ساره، وكانوا عندنا ابطال في المستوى ومن عيار ثقيل، ومازال غادي نعطيو اكثر، لان كتعرف صنع بطل او مشروع بطل كيبدا من السن ديال 10 سنين. دابا جل ديال الابطال بداو معنا من 10 سنين حتى وصلوا دابا 18 عام. دابا من هنا لقدام ما كاين غيعطيو غير الغله. اول لقب دينا به هو اللقب الافريقي، يعني المرتبه الاولى بخمسه ديال الميداليات وواحده فضيه، يعني البطولات العالم من هنا لقدام كتبان شي حاجه اللي ان شاء الله غنسوطروا فيها. فرحه كبيره بزاف، اول مره كيشاركوا في بطوله افريقيه ونجيب ذهبيه. لعبت اربعه المباريات كانوا متوسطين، ولكن اخر المباراة كانت قاسحة بزاف مع بنت كوت ديفوارية، وتمكنت بأنني نجيب ذهبية، وكنشكر الطاقم وشكر السي نور الدين ترابي بزاف، وديما مغرب طقسام. جيت في المرتبة الثانية الحمد لله، ما تفوقش نجي في المرتبة الأولى، ولكن ديت أحسن تقني في بطولة إفريقيا وديما مغرب، والحمد لله وصلنا لواحد النتيجة اللي نتيجة كبيرة بزاف. الفوز كان ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس الرياضي الأول. الحمد لله وصلنا لواحد واحد المرتبه اللي كبيره بزاف، وديما مغرب وطونكسو. كما كيعرف الجميع القاره الافريقيه قاره الادغال، حاولنا نخدموا على لونديرونس ديال الميسكل باش ما يتاثروش مع الحراره ومع الجو المناخ ديالهم. الحمد لله كانوا ما كانوش عندنا دي بلوسور، الدراري عرفوا كيفاش يجيريو السيتياسيون ديال لي كومبا ديالهم. الحمد لله اول مشاركه قاريه تمكننا باش نحضروا نحرزوا بزاف ديال الميداليات، خمس ميداليات ذهبيه وواحده فضيه، حتى لنا المرتبه الاولى غراس ترافاي دو جروب كامل، المعد المدني والمدير التقني والمدربين. الحمد لله كانت نتيجه كنهديوها لصاحب الجلاله الملك محمد السادس، وبون كونتينياسيون سبور تانكس ودوماغ ان شاء الله.